مرحبا بكم. نحب نقدم لكم مركزية ألبان المهدية اللي تروج في منتوج تحت علامة فيتالي. تكونت في جوان 97، بدأت تشتغل في ديسمبر 98، واحتفلنا منذ مدة بالعشرينية متاع المؤسسة. الحقيقة فيتالي اليوم تقبل حوالي 600 ألف فيترة في الحليب في اليوم، تشغل أكثر من 800 شخص، وتعمل في رقم معاملات يفوق 400 مليون دينار في السنة. فيتالي اليوم حصتها في السوق حوالي 25% من حليب ومشتقاته. يقول القائل مهدية باش تتميز. مهدية احنا نعرفوها، مهدية بلاد الزيت وبلاد الحوت، منذ عقدين أو ثلاثة تميزت بإنتاج الحليب اللي تعرف عبر ما يعبر عليه للفاج أورسول، اللي هو هذا الإنتاج خارج الضيعة. وفي الحقيقة الإنتاج خارج الضيعة سره هو نشاط عائلي، 3-4 أبقار. واليوم 50% من الإنتاج الوطني جاي من الإنتاج هذا خارج الضيعة للفاج أورسول. يقول القائل احنا الاكتفاء الذاتي وصلنا له من سنة 2000. علاش؟ كيفاش وصلنا له؟ وصلنا له لأنه ثم خطة وطنية تعملت على مستوى وزارة الفلاحة في وسط الثمانينات، وأني شخصيا شاركت فيها، وكانت تهدف إلى الاكتفاء الذاتي في الحليب ومشتقاته. وهذا ما وصلنا له عبر شبكة مراكز التوزيع اللي موزع، مراكز التجميع اللي موزع على الجمهورية الكل، وعبر التشجيعات اللي قامت بها الدولة في ميدان الاستثمار في تربية الماشية. بالنسبة للمهدية عندها نقطة تمتاز بها إضافة إلى الخطة الوطنية، هي وجود شركات تعاونية. للأسف على المستوى الوطني 5% من الفلاحة متاعنا منطوين تحت شركات تعاونية، وهذه نقطة ضعف كبيرة برشا. ناهيك أن المغرب، ما نجمش نعطي الرقم اللي في المغرب، أما أكبر بكثير من الرقم اللي عندنا احنا. احنا علاقتنا مع شركات تعاونية اللي هم مزودين الحليب علاقة طيبة، علاقة غانيون غانيون. ناهيك أنه احنا عنا ثلاثة تعاضديات دخلوا في رأس المال، ثم تعاضدية خرجت، واليوم عنا زوز شركات تعاونية اللي هما داخلين في رأس المال وامبليكي ديريكتومون في الفينومان تاع الكاليتي. متنا نحب نوصل للفونداسيون. الفونداسيون في الحقيقة هي تكونت منذ سنة أو أكثر شوية، سنة ونصف. هي عندها ستاتيو متاع أسوسياسيون، لأنه للأسف مرة أخرى مازال ما عندناش ستاتيو نتاع فونداسيون. دونك احنا اون بارل دو فونداسيون فيتالي، لكن هي عندها ستاتيو نتاع جمعيه. شنو هي الفونداسيون هذه؟ الفونداسيون هذه او الجمعيه اللي نراسها شخصيا بصفتي رئيس مجلس اداره المؤسسه ورئيس الجمعيه هذه، هي اساسا الهدف نتاعها يتلخص في زوز عناصر. العنصر الاول تحسين ظروف العمل للمربين الصغار. اثنين تحسين الدخل نتاعها، وهذا هام ياسر. علاش؟ لانه للاسف نلاحظوا ان الفلاحه العائليه قاعده غير مؤطره، وقاعده ما نقولش بدائيه، اما تفتقر الى التجديد والى التقنيات المعناها العصريه. وذاك علاش احنا قلنا نحبوا نقربوا للفلاح الصغير هذا باش نحسنوا له ظروف العمل نتاعو ونحسنوا له الدخل نتاعو اترافير كيلكو بوين، اربعه ولا خمسه نقاط. النقطه الاولى هو كيفاش ندخلوا علفة جديدة للجهة، ما يعبر عليه بلاراسيون توتال سيش، يعني اليوم الفلاح قاعد يشري في القرد من جهة والكونسنتري من جهة، وعادة الشيء اللي يشريه هو الكاليتي متاعه متوسطة ياسر. اليوم قلنا لما لا نوحدوا الجهود متاعه وتولي اون راسيون توتال سيش، يولي عنده مزود برك، وكاكا يربح معناها صحة البقرة ويربح المردود متاعها ويربح راحته. دونك راسيون توتال سيش. اثنين قاعدين نخدموا كيفاش نشجعوا الفلاح الصغار اللي عنده عجله صغيره ما يبيعهاش ما يفرطش فيها، نشجعوه اترافير اون سوبونسيون باش يخليها ويربيها وتولي له ارخى وتولي بقره غدو نهار اخر. ثلاثه لاميناجمون دي زيتابل، مع تهيئه الاستبلات، لانه اليوم للاسف عندنا تربيه ماشي، عندنا ابقار، لكن ما عندناش استبلات كي ميريت لور نوم، ما عندناش ديزابري. دونك قاعدين نشجعوا كيفاش الفلاح هذا يعملوا تهيئه، يركبوا شويه تجهيزات ويحسنوا معناها لابيتاكل نتاع الابقار. الحاجه الاخرى التجهيزات.
معناها كل ما هو بتي ماتريال ديلفاج احنا نشجعوا عليه باش يجهزوا الوحم. والحاجة الأخيرة الخامسة هي الظل، كيفاش نوفروا ما يعبر عليه ليزومبريير الظل للأبقار، لأنه الأبقار عندهم حاجتين أو ثلاثة أساسيين، هو العلفة والماء والظل، هذا أساسيين. احنا اترافير سي زاكسيون لا اللي هما فيهم نوع من التجديد شوية انوفاسيون، كيفاش يقول قايل نشجعوا احنا؟ احنا قاعدين نعطيه في دعم يتراوح ما بين 20-30% على كل العمليات اللي يقوم بها الفلاح الصغير. وهنا لاحظنا انه اوريزمون داير الفلاح وقت اللي يشوف انه العمليه اللي مش يقوم بها مش يرجع له شيك تاع 20-30% يتشجع. واحنا بدينا تو منذ سنه وعندنا طلبات كبيره، وتو الاسبوع الجاي عندنا اجتماع تاع الفونداسيون باش نحضروا الميزانيه تاع 2021 باش نمشيو في الاتجاه هذا، حتى ان نحركوا الامور ونعصروا ونطوروا اساليب العمل، نطوروا التقنيات. هذا هو لوبجي تاع الفونداسيون فيتالي اللي تكونت عندها سنه او سنه ونص. الحاجه الثانيه احنا نتزودوا من المهديه، من صفاقس، من مستير، من قفصه، من قصرين، من سيدي بوزيد، من باجه، من جندوبه، من بنزرت. دونك عندنا اشعاع او تعامل مع كامل الجمهوريه. وبالطبع الى جانب هذا الكل احنا تو بعد 20 سنه في المهديه، تو قاعدين نخموا ان شاء الله باش نخرجوا من المهديه ونمشيوا للشمال الغربي، نقربوا اكثر من الماده الاولى ونطوروا، وان شاء الله لما لا نكونوا معناها وحده صناعيه ثانيه على مستوى الشمال الغربي.